السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيتكم اليوم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جديدة نزلوها، بس أول شي خلينا نشوف هذا الفيديو مشان نقدر نحكي أكثر عن اللي حنحكي عنه. يا رب يفتح. ما بدأ يفتح. أوكي هلا بقى بنروح على الشغلات الجديدة اللي حيحكوا عليها. هاي وهاي. اليوم راح نحكي عن الديف نوتس اللي هو نزلوها المصممين بتاريخ 30/11. طبعا هذا لحظة وشي نشوف هدول شو هنن. ايوه، هاي الشغلات اللي راح ناخدها هذا الاسبوع من 30/11 ل 8/12، اللي هو هدايا حلوة. 10 جيمات كتير حلو، حلو كتير. وبلاير رانك طبعا اوريدي حكينا عليها، وايفنت باف ايفنت مين ستيج. اوكي، الستامينا راح تكون اقل من شابتر 1 لشابتر 13. اوكي، لحظة شوي، شو عم يحكوا تحت؟ The movie event story. اها، يعني هي راح تكون موجودة لأنه راح ينزلوا الموفي ايفنت ستوري والابليفيبل فيوتشر ابديت فاستر ديث ماتش ريورد. اوكي، هلا خلينا نقرا الملاحظات المصممين مشان نفهم. طبعا قبل ما نبلش بالتفاصيل، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بالقناه، انه ناويين ان شاء الله بنهايه هذا الشهر نوصل 1500، واذا بنقدر نوصل 2000 بيكون كثير شيء رائع. فإذا حبيتوا تشتركوا بالقناة وتشاركوا أصدقائكم مشان يتابعونا ويشوفونا بيكون كثير كثير منيح. خلينا نبلش. طبعا أول شيء الديف نوتس صاروا عم ينزلوا كثير ملاحظات، يعني هذا الشهر يمكن نزلوا مرة وهي المرة الثانية، يعني بشهر مرتين، بالعادة هن كل شهر مرة. هلا أول شيء خلينا نقرأ بعدين أعطيكم وجهة نظري، إنه في شغلات مهمة لازم أحكيها. خلينا نبلش. Hello, this event. Okay. Not much time has passed since our last dev notes in November. يعني حتى نعم يقولوا انه نحن ما صرنا زمان منزلين ديف نوتس، بس نزلناها لانه في اخبار حلوه كثير بدنا نشاركها معكم. شو هي الاخبار الحلوه؟ انه جلوبال ادينس باك ايرلي اوكي has received plenty of love and okay as always we are thankful support show grant event we have planned big thing coming December and we decided to go ahead and give you a preview of what to expect. اوكي، عامل لكم شو، يعني انه من بدايه اللعبه اللي هو بدايه 2020 لهلا كثير، يعني عم نشوف نحن شيء سبورت كبير واللعبه الناس كلها حابينها. صح احيانا الناس بتكرهها، بس يعني ككل اللعبه كثير محبوبه ومشهوره، وبصراحه بالنسبه لي وبالنسبه لكثير ناس يعني اللعبه ماشيه بشكل حلو. صح احيانا بيعملوا شغلات الواحد ممكن يتجاكر منها ويغضب منها، بس ان جنرال اللعبه محاسنها اكثر من سواء بكثير، وهذا الشيء اللي انا بحبه باي لعبه. انه اوكي هلا ما في لعبه بتكون 100%، بس على الاقل لما تكون المحاسن اكثر بكثير من المساوئ، هذا الشيء بيخلي الواحد يضل يلعب اللعبه حتى لو في مساوئ. The following content is planned to be released sequentially and we will be able to form it later. اوكي، شو عامل لكم؟ يعني في شغلات راح تنزل، طبعا مو كل شيء راح ينزل مع بعضه، لا، راح ينزلوها بمراحل اللي هو بشهر ديسمبر اللي هو شهر 12. خلينا نبلش باول شغله. The Seven Deadly Sins The Movie Prisoner of the Sky Chapter and the New SSR Characters Gift Event. يعني هلا هو اوريدي في فيلم للخطايا السبعه نازل اللي هو كان اسمه بريزنر اوف ذا سكاي. طبعا هذا اللي هو بيحكي عن شخصيتين بيشبهوا مليودا سوليز وبس بالسماء وعندهم اجنحه وهيك. بقى اللي مو شايف الفيلم يروح يشوفه مشان ما ينحرق عليه شيء. طبعا ذا ستوري اوكي، انه في ستوري جديده راح تنزل باللعبه اللي اسمها بريزنر اوف ذا سكاي موفي ويل بي ادد تو ذا جيم
this month. يعني بشهر 12 راح يضيفوها. You will soon be able to experience the thrilling, okay, between 70 Descents and two new main protagonists. شو اسمهم؟ إليت and Billion. We hope you are excited because we will be giving Elite free through the event this in this update. يعني عمل لكم أول شيء إليت، أعتقد اسمه إليت، عارف إذا إليت ولا شيء، إنه راح يعطونيها مجانا. طبعا هلا بالنسخة اليابانية هدول الشخصيات سحبوا عليها، وأعتقد أعطوهم واحد مجاني من الشخصيات، لسه ما نعرف 100%. بقى هي الشغلة إن شاء الله بنشوفها بالمستقبل أو بنعرفها. بس طبعا عمل لك أول شيء إنه إليت راح يعطونيها مجانا 100%. وبالكمان بالزيادة راح يعطونا بليون فور فري از تشيكن ريورد. يعني أول شيء راح يعطونا، أعتقد لما تخلص القصة بيعطوك إليت، وبليون راح ناخده بالتشيك إن لما كل يوم نفوت على اللعبة آخر شيء بيعطونا إياه، أو ممكن بالنص بيعطونا إياه. أول شيء عمل لك إنه إحنا هنن بيعرفوا إنه إحنا كتير بنحب إنه نجمع شخصيات كتير، مشان هيك راح يعطونا شخصية ثالثة مجاناً بالمستقبل. طبعا شو عم يقولوا؟ انه اول شيء إليون وبليون، إليت وبليون راح يعطونيها مجانا، والثالث راح يكون مفاجأة. هذا راح ناخده، هذا بليون، ايوه هذا بليون اللي راح ناخده اعتقد بالتشيك ان، وإليت راح ناخده لما نخلص الشابتر اعتقد. هلا اول شيء ويكلي دايموند ايفنت، اول شيء it was also pointed out that a lack of diamond was one of reason that new character release. أيوة هلا بقى بنجي للشيء اللي هن already اللي احنا كتير كتير مستائين منه، وكتير ناس مستاء منه، وهلا ها بلشوا شوي يفهموا هالشيء. طبعا هلا في كتير ناس يعني حكت بالموضوع هاد وصاروا يحكوا ومستائين كتير من الأمر، ويعني سووا شكاوي للخطايا السبعة، انه انت عم تنزل شخصيات كتير قوية ورا بعض وما في وقت حتى الواحد يجمع الجواهر. حتى واحد لو بيدفع اللعبة، انا ما فيني والله كل شهر ادفع لي 500 دولار و 600 دولار مشان اضمن انه يطلع لي الشخصيات هاي، ما فيني ولا في حدا. يعني اغلب الناس ما فيها. اوكي في طبعا في ناس اللي هو فري تو بلاي، في ناس اللي بتدفع شوي، في ناس اللي بتدفع متوسط، في ناس اللي بتدفع كتير. بس انا لما اجي والله كل مره لازم ادفع كثير، لانه انا هلا مثلا اي شخص، او خلينا نحكي على حالي. هلا انا لما مثلا انا بدفع باللعبه، يعني في كثير متوسط، بس اذا لقيت معي انا صفر ما راح والله اقعد اشتري واحده وتنتين وثلاث باكات مشان اقدر والله اعمل مثلا 900 جيم، ولا اعمل 3 600 جيم كل بانر، ما فيني. وخاصه اذا بانرات مثلا الشخصيه مو جارانتيد، ساعتها ليش انا والله اعمل شغلة انا مو متأكد انه راح تطلع شخصية بالاساس ولا لا، مثل ما صار فيني بكينج الاحمر، مثل ما صار فيني باسكانور الاحمر. بقى انا هاي الشغلة مشان هيك انا بطلتها خلص. الشخصية انا ما معي جيمات لحتى اروح 100% عليها، ما حروح عليها. بقى هنا هاي الشغلة صاروا يشوفوها كتير، وخاصة بالفترة الماضية، لانه صارت الناس كلها تجمع لشخصيات معينة، اللي هو مثلا الفستيفال بانر اللي هو إليزابيث، كينج الفيري، وهلأ إسكانور كمان. طبعاً إسكانور إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل، يعني ممكن هاليومين ثلاثة اللي احنا أوريدي حاكينكم من شي أسبوع أنه مننزل فيديو عنه لإسكانور والشخصيات المستقبلية. بس المشكلة أنه أنا وعمر ما عم نقدر نكون موجودين بنفس الوقت، يا يعني مثلاً أنا بكون بالشغل وهو بيكون فاضي، يا بالعكس هو أنا بكون فاضي وهو بيكون بالشغل. بقى إن شاء الله إن شاء الله رح نقعد ونسوي، حتى لو من يعني نضل قاعدين فترة طويلة، بس أهم شيء نخلص هذا الفيديو، لأن هذا الفيديو كتير كتير مهم ولازم الكل يعرفه ولازم الكل يشوفه. بقى مشان هيك شو عملوا؟ عمل لك لحنا بنعرف أنه أنتوا ما عم تاخدوا كتير جواهر، مع أنه هنا بصراحة آخر فترة عم يعطوا جواهر كتير، بس عم يعطوا جواهر كتير، وبنفس الوقت الكمية هاي غير كافية لحتى الواحد والله يطلع شخصيات اللي بده إياها. يعني انت لو تلاحظ في كتير ناس ما عملت على مونس بيت، في كتير ناس ما عملت على زلدرس، مع انه زلدرس كتير شخصية قوية، بس مع هيك ما حد، يعني مو كل الناس قدرت تعمل عليه. وهلا نفس الشيء وقبلها بجلوكسينيا، وهلا بدرول، ما يعني الناس ما عم تعمل على هيك بانرات. طيب هلا هو مين عم يخسر؟
نحن عم نخسر واللعبة عم تخسر بنفس الوقت، لأنه اللعبة مين الوحيد اللي عم يعمل هيك بانرات؟ أول شيء الناس اللي بصراحة ما عنده كنترول، وهذا شيء أنا كتير كتير بصراحة سيء بالنسبة لي، اللي هو أنه عنده 30 جيم فورا بيروحهم أو عنده 40 جيم فورا بيروحهم. طب أنت هيك لا راح يمكن ما تطلع لك الشخصية، ساعتها تروحت جيماتك، وإذا أجت بانر مثلا قوية بدك تسحب عليها ما معك جيمات. مين اللي عم يسحب على هيك بانرات؟ مثل ما قلناكم الناس اللي هو معهم شوية جيمات عم يصرفوهم، والناس اللي عم تدفع اللعبة بشكل كبير هن اللي عم يجيبوا أي شخصية بتنزل. طيب النسبة الكبيرة اللي هي بالنص اللي هي عم تجمع وما عم تصرف على كل بانر، واللي بيشتروا شوي وما بدهم يصرفوا جيماتهم على هيك بانرات، طيب هيك نحن عم نخسر انه ما عندنا كل الشخصيات صار، او ما عم نقدر نستمتع بالشخصيات الجديدة لانه عم تنزل كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وهن عم يخسروا انه ما عاد في كتير قبول. يعني الناس عم تلعب اللعبة، ما بقولكم لا، اللعبة عم تنلعب، بس ما حدا عم يعمل على البانرات، او كميه كبيره من الناس ما عم تعمل على البانرات، وهذا شيء بضرهم، ما مو بس بضرنا بقى. مشان هيك هلا عم يحاولوا شو يعملوا. هلا هن قالوا، انا سمعت مره بس ما بعرف وين المشكله، ما لقيت الرساله منهم، لانه راح نحاول نظبط البانرات بطريقه انه ما ننزل كثير بانرات ورا بعض. بس هلا شوفوا، هلا شايف هذا كله اللي عم يحكي، انا في بالي شغله ممكن تكون صحيحه 100%، واذا كانت صحيحه ساعتها شايفين هذا كله اللي مجانا في سبب من وراه، في سبب كتير من كبير من وراه، هلا بحكي لكم اياه بنهايه الفيديو. هلا خلينا نخلص، بس بعدين بحكي لكم وجهه نظري. بقى عملك رح اعطيكم كتير جيمات، مشان هيك بقى من 1 لـ 22 رح نعطيكم كتير. وي هوب تو بيكم ديفلوبمنت تيم ذات ميت يور اكسبكتيشن، يعني مثل ما احنا عم نقول انه ان شاء الله احنا رح نحاول. وتاكدوا من التاريخ، هلا بقول لكم ليش هذا التاريخ موجود، انه ان شاء الله بهذا الوقت راح نحاول نعطيكم كثير شغلات مجانيه. من الاخر هذا حكيون. او اند ذاتس نوت اول، ويف اولسو بريبيرد سام جيفت فروم ديفز تشيك ان انبوكس بتوين 1 و6 تو ريسيف سوبر اويكنينج كوين. هلا كل يوم راح يعطونا كوينات مجانيه، كل يوم وحده، يعني بالاخر راح تاخذ 1 2 3 4 5 6، يعني راح ناخذ 6، يعني فينا نطور اول نجمتين من اي شخصيه. هلا بنيجي بقى للهوليدي. طبعا هلا هو شهر 12 شهر الاجازات بالبلاد الاجنبيه، وهذا شيء كتير حلو بالنسبه للالعاب. ليش؟ هلا صح نحن مثلا اغلبنا ممكن ما نحتفل بهيك احتفالات، بس بنفس الوقت نحن بنحب هالاحتفالات لانه بيعطوا شغلات كتير مجانيه وايفنتات حلوه وشخصيات حلوه، بقى مشان هيك هاي الشيء كتير كتير ممتاز. طبعا اول شيء a fair share of the world will become will be celebrated. شايف هنا حتى هنا والله هاي حلوة منهم، انه عميل لك مو الكل، اغلب الناس راح تحتفل باحتفاليات ديسمبر اللي هو شهر 12. expect to see some opportunities themed okay themed furniture and see tavern decored okay. An event boss battle will be available during the time and you will be able to acquire the hero suits cosmetics that can be worn by all Meliodas character. If you missed it before, okay, now's your chance to get it. هاي شو عم يقول لك؟ انه راح يجي بوس، اعتقد هذا هو البوس اللي هو هوك. فينا نلعب ضده، وإذا فزت عليه أعتقد بيعطونا السوت اللي هي تبع ميليوداس، اللي هي اللي بتحسه نفس السباق، اللي بتحسه أنيميتد كتير، هو شكله غبي بصراحة بس مجاني ويو آر، وبينلبس على كل ميليوداسات، وهذا شيء حلو. تو فري نيو كوزماتيك سيت، شايفين هلا هي الشغلة اللي كل الناس كانوا مستائين منها لما جابوا جلوكسينيا على أساس مجانا، بس لازم يكون عندك شخصية حتى تاخده للمجاني. بقى هلا شو عم يقول لك؟ انه راح نعطيكم قطعتين ملابس او لبسين كاملين مجانا. واتس ذات؟ سم اوف يو اوريدي هاف ذا هيرو سوت كوزمت اوكي. ويل وي اكسبكتد ذات وي وود بي كيس اند بريبيرد ا نيو سيت از ا جيفت ات وود بي اني فان تو سبويل ايفريثينج ان ذيز ديف نوت سو بليز ستي تون تو سي ذا بريزنت ان ليتر ديسمبر ابديت. يعني راح يعطونا اللبسين لشخصيتين، بس لهلا عامل لك ما راح نحكي لكم، انه بقى اكيد الناس راح تقول لك شو هن الشخصيتين، ما حدا حكى، حتى نعم نقولوا ما حنحكي كل شيء هلا، انه كمان بصراحه ما في داعي يحكوا كل شيء هلا.
ساعتها لما ينزل ابديت نحن كل شيء عارفانينه. لا راح يخلوا شوي شغلات هي مفاجاه بس عامل لنا شو راح ينزل، يعني راح ينزل لبسين كاملين بس لمين الشخص لهدول اللبسين ما حدا بيعرف، بس ممكن يكونوا لهدول الاثنين ممكن. سوري. خلينا نجي للشغله اللي بعدها. هاي الانفلونسر انا بصراحه كنت متمني اشترك فيها بس للاسف ما بتزبط، لانه راح يعملوا بطوله لليوتيوبرز والناس اللي بتعمل كونتنت كرييتر، بس لازم يكون اذا انت بدك تشترك لازم يكون 5000 عندك سبسكرايبر، وانا لساتني مو موصل هذا ما فيني اشترك فيها. بس خلينا نحكي so of you many already be aware but we are looking for players participate in the tournament. This content is still in the beta phase and we regret to inform you that not everyone will be able to participate this time. This tournament will be between influencers that you may already look towards for help, okay, and also you may not be able to participate. You may still cheer on support to content, okay. We hope take a look at our note. اوكي يعني شو عم يقول لك هلا؟ اول شيء هلا هي 76 انفلونسر تورنمنت بيتا ايفنت. هلا شو عم يقولوا بالهي؟ لانه راح يعملوا بطوله للانفلونسر اللي هو اليوتيوبر اعتقد والستريمرز وهدول شغلات، راح يعملوا بطوله لهم. هاي البطوله ما في اي حدا يشارك فيها، لازم يكون عندك عدد معين من المشاركين وعدد معين من المتابعين لحتى تكون انت انفلونسر ويقدروا يشاركوك بهي. طبعا هنا شو عم يقولوا؟ انه هي بيتا يعني هي تجربه، بس بالمستقبل راح يعملوا بطولات حتى للناس العاديين، بقى لا حدا يزعل. صح هلا مثلا للانفلونسر بس بعدين بالمستقبل راح تصير للكل ان شاء الله طبعا. هلا وهي الشغله كمان شغله كثير حلوه بقى، اللي بيرسم في يشترك فيها. هي شو هي؟ انه انت اذا رسمت ست او رسمت كوز، اعتقد انا اللي فهمته انه لا اذا رسمت، طبعا انا ما بعرف ارسم ابدا مش هيك بقى، حتى قراءه ما قراتها. اللي هي شو؟ انه اذا انت رسمت شكل معين لشخصيه ممكن يعطوك جمات وممكن يسووها حقيقه الست هذا اللي هو الكوزمتكس يعني اعتقد. May you showed interest in recently okay art event and we are grateful for participate at work. We admit that there were some issue done smoothly okay. We will be holding another art okay winner design be created. اها شايفين يعني اذا انت صنعت كوزمتيك راح ينزل بالحقيقه، عرفت شلون؟ بهي شغله كثير كثير حلوه. ايوه وانت فيك تصوت اي احسن ديزاين، وساعات اذا ربح الديزاين هذا راح ينزل باللعبه. بهي شغله حلوه ليك بتلاقوها هون. اوكي نيو مود برول. هلا هي البرول شو هي؟ A new PvP mode called Brawl will be added this month. Brawl is best 2 out of 3 mode in which the battle play automatically. يعني شو هلا هي؟ هي اللي هي 3 versus 3 اعتقد، ولا هي مو هي؟ لا البرول. البرول شو هي؟ انه انت بتحط 3 تيمات بيلعبوا ضد 3 تيمات من اللي ضدك. الفريق او الشخص اللي بيفوز مباريتين بيفوز. وشلون بتكون؟ هي راح تكون اوتو، يعني الكمبيوتر هو راح يلعبها. بقى انت ما فيك تعمل، انت بس شو بتكبس، بتحط التيم الفريق الفرق وبتكبس ستارت لحاله بيقول لك والله انت فزت او هو اللي فاز، وبتاخذ جوائز عليها. طبعا شو الجوائز هلا ما بعرف. وبقى هي كل شيء. بقى شو عم لكم هلا؟ انه اول شيء راح ينزل 3 شخصيات جديده واس اس ار فري نيو اس اس ار هيروز، يعني 3 SSR. هي شغله حلوه انه حاكين 3 SSR. انا فكرت راح يكون 2 SSR وواحد اس ار، بس لا طلعت 3 SSR. وراح يكون في لبسين مجانا، وراح يرجع الريتيرن اوف 1 كوزمتيك سيت ويكلي، وراح يعطونا جوائز دايموند اسبوعيه وتورنمنت وكل شيء شغلات. طبعا نيجي هلا بقى للحديث اللي هو ممكن هلا انا من عندي انا ما بعرف حاسس حالي شوي سلبي فيه، بس لازم تعرفوا هلا هو مثل ما احنا قلنا لكم. هو وين اجت الضربه الكبيره؟ اول ضربه اجتنا لما نزل كينج وسكانور ولوز فين ورا بعض. هاي كانت ضربه كثير كثير كبيره علينا، واغلب الناس ما كانت مجمعه جمال حتى تقدر تعمل عليهم كلهم. هاي اول شيء. بعدين اجت الضربه الثانيه اللي هو الكولاب تبع كينجز اوف فايتر
لا هلا اجوا صح، او اجت كينج واسكانور، واجت اعتقد الاتاك اون تايتنز، بعدين اجى لوست فين. بس كان في فرق يعني، كان في ناس تجمع. بس وين اكبر ضربه اكلناها احنا كلياتنا؟ لما خلص كينج اوف فايترز ونزل وراه فورا ليز الملاك. هي كانت ضربه كثير كثير كبيره، واغلب الناس كثير تضايقت من هالموضوع وما كانت مجمعة جمات، وانا واحد منها بصراحه. انا ما كنت مجمع جمات لحتى اقدر اعمل على البانر، لاني انا عملت فول ست او عملت 600 جيم على كينج اوف فايترز. بس الحمد لله انا عملت اول يوم، بقى كان في عندي اسبوعين لجمع لز الملاك. بس اللي مثلي اللي صار في نفسي انه لز الملاك اضطر يعمل روتيشنين كاملين عشان تطلع له، ما معه جيمات لحتى ينزل شيء جديد ويقدر يطلعه. بقى اغلب الناس شو صار فيها؟ انه تضايقت كتير كتير من الموضوع واشتكت. يعني واحد منهم اصلا اللي اشتكى هو سيتن، قال لك ما بصير انت تنزل هيك بانرات ورا بعض، من وين تجيب الناس؟ هلا هو حتى سيتن حكاها، قال انا فيني اجيب جيمات، اليوتيوبريه الكبار فيهم يجيبوا جيمات، انه هن يعني بيدفعوا على اللعبه. بس الناس الصغار او اللي ما بتدفع كتير على اللعبه او اللي ما بتدفع ابدا على اللعبه، طب شلون بدهم يستمتعوا باللعبه؟ اذا انت حتضل تنزل بانرات كبيره ورا بعض. المشكله مو مثلا بانرات، والله مثلا هلا اذا نزل درول جلاكسينيا مثلا مونس بيت ورا بعض عادي، ليش؟ لانه هدول الشخصيات فيك تعملهم سكيب، انه راح ينزلوا بالبانر او راح ينزلوا بالكوين شوب، او ممكن بالمستقبل تقدر تسحب عليهم مره ثانيه لما يجوا بانرات ثانيه. ما في داعي والله انت كل بانر تجي تسحب عليها، كل بانر تجي تسحب عليها، ولا لعبه بالحياه فيك تعمل هالشغله الا اذا بتدفع اللعبه. خاصة اذا انت مو والله مثلا كل مره اول مالتي راح تطلع لك شخصيه، انه ممكن احيانا تدفع 600 جيم راح تطلع لك شخصيه، ممكن احيانا ب 30 جيم او 3 جيم ما تطلع لك شخصيه. بقى ما في الكل، يعني ما فيك تعتبر الكل، وما طبعا الكل ما راح يرضى، ما حدا حيرضى. بقى مشان هيك احنا يعني اشتكينا وقلنا انه لازم يلاقوا حل لهالموضوع. بقى اول حل هن لقوا انه يعطونا جيمات اكثر، وثاني شيء انه عم يعطونا فيكم تقولوا جائزه طرديه، انه المفروض هدول الشخصيات اللي تسحب عليهم راح يعطونا اياهم مجانا. هلا هو في كم شخصيه اعطونا اياها مجانا وهن باليابانيه سحبوا عليها، سحبوا عليها يعني بجيمات. بهذا شيء حلو بصراحه، بس مع هيك هذا شيء ما بيقول لك انه 100% اوكي. مشان هيك هن هلا عم يكفروا غلطتهم بهدول، انه يلا مثل ما يقول انه هي جائزة طردية، انه اوكي انت ما قدرت مثلا تعمل على لوز فين او تعمل على ليز الملاك، بقى هي خد هدول الشخصيات مجانا. طبعا هدول الشخصيات مو بقوة ابدا، مو بقوة ليز الملاك، بقى يعني فيك تقول هي مو جائزة منيحة. بس شو الشغلة اللي انا خايف منها بصراحة؟ التاريخ هاد من 1 لـ 22، من 1 لـ 22 راح يعطونا كتير 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 شغلات مجانية. بس شو الهدف؟ أنا بظن أنه الهدف تبع هاي أنه بتاريخ 22، خلينا نشوف تاريخ 22 إمتى حيجي. 22/12 أوكي ماشي، يعني بتاريخ 22 اللي هو الأبديت بعد أبديتين من هلأ، اللي أبديت الثالث راح ينزلوا كينج الفيري. هذا اعتقادي. يا راح ينزلوا إيسن الخضراء، وساعتها هذا بيكون كتير منيح، انه اذا كان روتيشنين عن جد اللي هو لازم تدفع لازم تعمل 20 مالتي، لا حدا يعمل، لانه هلا احسن الشخصيات وافضل الشخصيات باللعبه هو شخصيات الفستيفال اللي هو كينج واسكانور القادمين، هدول احسن شخصيتين. الباقي فيك بعدين تطلعون عادي كتير، فيك تلعب من غيرهم عادي كتير. هلأ امتى ممكن تتحقق شكوكي؟ اذا نزل، اذا كان الشخصية الثالثة المجانية هي هندريكسن، هون ساعتها 100% شكوكي راح تصير بمحلة وينزلوا فيري كينج براس السنة اللي هو بـ23 او 22 شهر. هلأ ممكن ينزلوا كمان، ممكن يكون الشخصية الثالثة مليودس تاني، او هذا الثالث اللي هو بيشبه مليودس، عرفتوا كيف؟ نسيت شو كان اسمه. ممكن ينزلوا مثل ما نزلوا اوسلو وهوك
شخصية جديدة، ممكن ينزلوا ميليوداس اللي هو بيشبه ميليوداس هذا، ميليوداس اللي عنده أجنحة، شخصية جديدة. بس أنا اللي خايف منه، اللي خايف منه وكتير، أنه تكون بالثلاثة وعشرين شهر أو باثنين وعشرين شهر يجي كينج الفيري، وما بعرف ليش إحساسي يعني 99% هيك حاسس. هلا إن شاء الله تجي إيستن، هي تكون إيستن هي الرئيسية وما تكون وما يكون فيري كينج. بس إذا كان فيري كينج بقى بنصحكم من هلا لحتى تجي البانر هاي ونتأكد شو هي البانر، إنه بانر يعني 100% بانر الكريسماس راح تكون بانر قوية، شو ما كانت راح تكون بانر قوية وفيها شخصيات قوية. وبظن من الشخصيات القوية راح تكون بالبانر شو ما كانت هو غوثر الهالوين، مشان يضطر الناس كلها اللي ما طلع لغوثر الهالوين تسحب عليه، لأنه هلا أوكي في ناس ممكن ما كانت تعرف قديش قوي وهلا عرفت قديش هو قوي، وأنا واحد منهم. أنا كنت بصراحة لحد الآن يعني فيك تقول مآمن إنه غوثر الأحمر أقوى، بس بصراحة بعد تجربة كتير طويلة لقيت إنه غوثر الأخضر أقوى بكتير من نواحي كتيرة، من الألتيميت تبعه إنه بيرجع الألتيميت، وخاصة إنه اليونيك تبعه جبارة، اليونيك تبعه عن جد في فرق بالدمج كتير كتير عالي للشخصيات كلها. بقى إن شاء الله إن شاء الله ما يعملوا فينا هالحركة، يقول لك يلا عطيناك ثلاث شخصيات مجانا بقى فينا ننزل البانر تبع فيري كينج هلا. عرفتوا كيف؟ ممكن، وممكن كمان تكون بانر، وهي إذا صح زبطت بيكون كتير حلو، اللي هو بانر الوصايا. بانر الوصايا العشرة ممكن تجي بكير، ممكن يعني شو يصير، خلينا بس عدل على كلامي، ممكن شو يصير بتاريخ 22 ينزلوا بانر الوصايا، وب 29 شهر ينزلوا بانر هوك بانر كينج الفيري. بس عم قلكم بانر فيري كينج كتير كتير قريبة، ما بعرف ليش هيك حاسس. هلا هو المفروض على حساباتنا تكون بشهر 2 او شهر اخر واحد، لانه هو كان في فرق بحدود 3 شهور بين البانر ليز وبانر كينج. بس ممكن، ما بعرف ليش حاسس انه بانر كينج الفيري راح تجي كتير كتير قريب لعنا، كتير قريب لعنا. مع انه صح والله لسه في الملائكة كلهم يعني، او الملائكة لا لوديسيل مدري شو اسمه هذا، وما بنصح حدا يعمل على لوديسيل اللي هو اول ملاك بيبين. اكثر واحد قوي اللي هو ابو الريح، ما نسيان شو كان اسمه بقى. بس ما بيطول عليكم اكثر من هيك، بس انا هي فكرتي الحالية. هلا الابديت حلو وفي كتير شغلات حلوة، ويعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يكون في اي شيء خفي او اي اسباب تانية، غير لانه عن جد بدهم يبسطونا ويعطونا شغلات مجانية شكر لنا. بس ما تكون هي شكر او مثلا هدف، او مثلا هي شغلات هدف مشان يوصلوا للاسباب اللي هنا بدها، انه مشان يقدروا ينزلوا فيري كينج بسرعه. ان شاء الله ما تكون كلامي صح، انا بتمنى ما يكون كلامي صح بقى. بس بتمنى تكون فدتكم وعجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، واعطوني نظريتكم بالتعليقات، لانه هي انا بصراحه حابب يكون في نقاش بيني وبين الناس. وطبعا ان شاء الله اذا عملت بث ممكن اليوم او بكره نحكي فيها اكثر. بس إذا حبيتوا تشاركوني بالتعليقات برأيكم وفكركم، أنا مثل ما قلت لكم أنا ما بأخذ أي شيء من الليكس والنسخة اليابانية، يعني حتى أنا بحاول قد ما بقدر ما أكون عندي أخبار من النسخة اليابانية، لأني بحب أتفاجأ وبحب أعطي نظريتي. نفس لما أنا ما بحب أتفرج على المانجا، مشان لما أتفرج على الأنمي بحب أعطي نظريتي بالأنمي مو بالمانجا. بس إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا معنا بالقناة عشان يصلكم كل جديد مني، وشوفكم آخر فيديوهات تانية. مع السلامة.